نرحب بحضراتكم مرة تانية. يمكن هو واحد من نجوم خط دفاع نادي الزمالك ومنتخب مصر، يمكن ناس كتيرة ما تابعتوش كلاعب بشكل كبير. الإصابة اللعينة حرمت نادي الزمالك ومنتخب مصر من مدافع من الطراز الرفيع، يعني كل اللي تابع كابتن معتمد جمال في صفوف نادي الزمالك أو منتخب مصر في بداياته كان بيتوقع له مستقبل باهر، لكن في التوقيتات دي أو في الوقت ده كان الإصابة بتخلص على لعيبة كتير وبتأثر عمر لعيبة كتير في الملاعب. لكن شفناه بعد كده مدير فني جيد جدا، ما حلفوش التوفيق مع منتخب مصر مواليد 97. شفناه بعد كده في عودة لنادي الزمالك استمرت لمدة يوم واحد، وبعدين شفناه في عودة أخرى كمدرب عام لمنتخب مصر الأولمبي. حكايات كتيرة جدا كلاعب وكمدرب هنحكيها مع ضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا النهاردة في المدرج، كابتن معتمد جمال. كابتن معتمد مشرفني ومنورنا. أبو خليل ربنا يخليك، شرف ليا. ربنا يعزك يا رب. ربنا يخليك أبو خليل. الجيل بتاعكم وما بعده بشويه ما كانش فيه سوشيال ميديا، ما كانش فيه لقاءات كتير بتتصور، فاعتقد ان الجيل ده لسه، حتى كان معاه كابتن عبد الستار من كام يوم كده، تابعته وكابتن حازم كان معانا على التليفون، وفعلا كانوا بيتكلموا في القصه دي. انتوا جيلكم مع انه كان فيه لعيبه جامده جدا بس ما اتبعش بشكل كبير. الكاميرا في الملعب حاجه كده بس، يعني القناه الثالثه كلام دوت. كابتن حازم بالظبط كده، هو يمكن هو ده بس البرنامج اللي كان البرنامج كان متخصص في الرياضه، لكن طبعا ما كانش فيه كل البرامج الرياضيه ديت، ما كانش فيه السوشيال ميديا اللي موجوده، اللي انت سهل جدا تخش تشوف. انا اعرف كل اخبار ابراهيم عامل ايه، راح فين، ما كانش الكلام ده موجود. لكن كان في لعيبه بصراحه، يعني كان في لعيبه كوره على مستوى عالي جدا ما خدتش حقها، مش انا بس، في لعيبه كتير جدا كانت امكانياتها عاليه جدا لكن ما خدتش حقها بالنسبه للجيل الموجود دلوقتي. انت طلعت على مين في نادي الزمالك يا كابتن معتمد؟ يعني انا طلعت انا وحازم وصبري واسامه نبيه ومدحت عبادي واحمد عبد الله وحماده نصر ووليد معاذ وعصام عبده وكانت مؤمن سليمان. فيعني كان جيل جامد جيل، يعني انت دلوقتي لما بتطلع مثلا كل فرقه بتروح للفريق الاول مثلا اثنين واحد الكلام ده، لكن كان قبلنا طبعا يحيى نبيل وامير عبد العزيز وعقل جد الله وسامي الشيشيني. كان كل جيل يطلع منه مثلا 6-7 لعيبه للفريق الاول. فما كنتش بتحتاج الا مثلا ايه، تجيب مثلا فيرود من بره، مدافع من بره، يعني حاجه، يعني مركز معين هو اللي ناقصك. لكن دلوقتي طبعا انت بتجيب كل اللي انت محتاجه من بره، يعني ما كانش يعني الافراز اللي كان بيعمله القطاع الناشئين بقى زي دلوقتي خالص. يعني كان مين الـ يعني المدافع اللي انت كان بالنسبه لك ده حلم نفسك كنت اشرف قاسم؟ طبعا يعني كابتن اشرف قاسم طبعا برنس. يمكن انا طلعت وانا يمكن صبري لعب قبلي، حازم لعب قبلي، انا ومدحت لعبنا مع بعض، يمكن اللي اخرني شويه كابتن اشرف قاسم، بس انا كنت مبسوط يعني، لان انت تعرف بتتفرج على يعني كابتن اشرف قاسم يعني بتبقى مبسوط وانت بتتفرج عليه او بتتمرن جنبه. فحتى انا لما كنت مثلا ايه في وقت اللي انا خلاص بقى اللي لازم العب، فكنت ممكن العب باك رايت وكابتن اشرف ليبرو، العب ديفندر وكابتن اشرف ليبرو. فطبعا يعني كابتن اشرف ياسم، احمد رمزي، اسماعيل يوسف، هشام ياكن، الناس اللي طبعا قبليهم كابتن طارق يحيى وكابتن محمد حلمي، كل ده الناس اللي اتمرنا معاهم، كابتن ايمن يونس، كابتن هو جيل الثمانينيات واوائل التسعينات في الزمالك كان جيل يعني رهيب بصراحه. اللي انت تطلع تتمرن مع المجموعه اللي انا قلت ذكرتها لحضرتك دي كان طبعا انجاز. صحيح. دلوقتي اللعب سهل جدا يعني. دلوقتي الدنيا بقت اسهل. كان سهل جدا يعني. بقى سهل الناشئ ياخد مكان. ما احنا انت عشان يبان اللي انت كويس كنت لازم تقعد مثلا سنتين تتمرن وتعمل ماتشات كويسه عشان الناس بس اللي بتشوفك هي اللي عارفاك، لكن عشان مصر كلها تعرف اللي فيه حد اسمه معتمد جمال لعيب كويس او سين او صاد لعيب كويس بتاخد وقت كبير جدا. لكن دلوقتي انت لو عملت ثرو باص خلاص مصر كلها يعني مصر كلها عارف ان انت لعيب كويس، فالموضوع بقى اسهل بكتير. مين المدافعين اللي بيعجبوك دلوقتي يا كابتن معتمد؟ يعني طبعا يعني انا شايف حجازي ما شاء الله لعيب، يعني في الحته دي اتكلم في الحته دي قلب الدفاع، مثلا علي جبر من الناس اللي هي يعني حجازي وعلي جبر من الناس اللي هم مميزين قوي في المكان دلوقتي يعني. يعني من اللي هم يعني بيعرف يعني انا احب لعيب الكوره يعني من تحت كده، احب لعيب الكوره. وانت كنت مميز بيه بصراحه، يعني ما احبش اللي هو مثلا الكوره تجي لك يتخط يبقى في المدرج وبتاع، ما بحبش الكلام ده. بس مركز الليبرو دلوقتي خلاص يعني اعتقد انه في العالم كله ما بقاش موجود. يعني هي ممكن رجع التاني اللي هي ممكن تلعب بثلاثه فلات يعني على خط واحد بالزبط. لكن مش ليبرو صريحه بقى اللي احنا نقعد دايما عمق 10 15 يارد زمان، لا مفيش الكلام ده. لكن طبعا مطلوب اللي انت لما يجي لك كوره مثلا يكون فيرود ضغط عليك لازم تعرف تتصرف، ما تخضش تطلع كوره بره والكلام ده. صحيح. في وقت اللي احنا بنقول للولاد مثلا ايه ما يعني مفيش ريسك السهل، لكن في وقت اللي انت بيبقى مطلوب اللي انا ابدا الهجمه، فده بحب جدا المدافع المميز اللي هو ما يتخضش من الفيرود اللي هو بيضغط عليه، ف
فاحب اللي هو يبدا كره سليمه. بما انك انت اتكلمت على الاولاد وعلى الشباب وعلى الناشئين، هل احنا عندنا في مصر مشكله في الدفاع؟ يعني هل في رغبه ان كل الناس عايزه تبقى في توات وما مين اللي هيندرج؟ يعني كل الناس عايز تلعب في مراكز الهجوم والاجنحه يعني اللي ليها يعني زهوه مختلفه، فبقاش عندنا قاعده من المدافعين الكويسين. بالظبط كلام حضرتك مظبوط. يعني كان انا مش عايز اقول عانيت، ولكن كانت عندي شبه مشكله في منتخب 97 في منتخب الشباب اللي فات. يعني اللي حتى وانا بتكلم مع كابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب الشباب، طبعا اللي انا فخور ان انا يعني شغال معاه، يعني شرف ليا اللي انا اتعلم منه قبل الولد ما يتعلموا منه. يعني الحته دي ناقصه عندنا شويه. يمكن انا في المنتخب ده فيها تلاقي في القلب مثلا اسامه جلال وفرماوي ومرعي، هما دول اللي قدرنا نعملهم مثلا، بس الثلاثه دول في الجيل ده. حتى هما متاخرين حتى يعني في لعبه، يعني بيلعبوا درجه اولى مع انديتهم. يمكن اسامه ما بيلعبش، فرماوي ما بيلعبش، مرعي بيلعب شويه في دجله وبيقعد، لكن ما شاء الله كل يعني من نص الملعب الفراوده تلاقي كلهم ما شاء الله متواجدين، يعني ممكن على فترات مش بصفه اساسيه يعني، لكن في اسماء كبيره جدا. لكن كلام حضرتك مظبوط، السن ده او مش السن ده، مش عايز يعني اظلم، يعني ممكن اعتقد ان كابتن حماد صد مثلا في 99 عنده جيل كويس في الـ في الـ في الناحيه الدفاعيه. فبيبقى اجيال، بيبقى مثلا في جيل بيتميز بالحته دي وفي الجيل اللي بعده تلاقيه ما فيش خالص. فاحنا حظنا ان احنا الحته اللي ورا الاربعه اللي ورا ما كانوش، يعني ما عنديش مثلا هيكل اساسي 8 10 مدافعين. لا ما كانش موجود ده. فده كان واحد من اهم اسباب عدم النجاح وعدم التوفيق مع منتخب الشباب 97. مش لا يعني مش عايز اظلم الولاد يعني ادوا على اكمل وجه اللي انا ذكرتهم، واحمد هاني وفتوح للناس الاطراف وعمر رجب وسعداوي، يعني الناس اللي كانوا ورا كلهم ادوا على، يعني مش عايز اقول لك اللي هم في حد اثر، لكن ما كانش عندي مثلا 10 او 12 مدافع، لا ما كانش فيه الكلام ده. زي قلت حضرتك ايه، طلاق يمكن يخش معاهم عبد السلام، يعني اربعه مساكين بس. هو ده اللي كان في الجيل، يعني اللي احنا لفينا مصر كلها، فما قدرناش نعمل اكتر من كده. وانت عارف اللي هو بس عشان الناس ما يعني مش عايز ما تظلمناش اكتر، يعني اللي احنا ما وصلناش كاس عالم، لكن وصلت بطوله افريقيا. يعني مثلا انا كنت ممكن مش عايز اقول مثلا زي منتخبات كتير ما وصلتش مع السبع فرق اللي هم مثلا يلعبوا في تجمع بطوله افريقيا مثلا، لان الحمد لله وصلنا. والهدف الاسمى والرئيسي بتاعي اللي انا اطلع مثلا اكتر من 10 لعيبه المنتخب الاول يقدر يعتمد عليهم. ده الكلام اللي كنت اللي الكابتن شوقي طبعا اشتغل عليه، اللي هو الهدف الرئيسي اللي هو طبعا اللي هو يحقق نتيجه كويسه، زائد اللي هو يعمل حاجه او اسماء تفيد المنتخب الاول. يعني كان طبعا الواحد بياخد خبرات يعني من المدربين اللي اشتغل معاه، في فرق اللي انت تعمل نتيجه وما تعملش جيل، وتعمل جيل وما تعملش نتيجه. صحيح، وممكن تعمل الاثنين. ده يبقى طبعا زي مثلا كابتن شوقي نفسه مع منتخب الشباب اللي اخذ برونزيه وكان عامل جيل جبار وعمل بيه نتائج. انا قلت له يا ريت يا كابتن شوقي بس إن يعني نوصل ثالث اولمبيات، يبقى احنا كده مش عايزين اكتر من كده. يعني ناس كتيره كانت مستغربه شويه كابتن معتمد ان انت كنت مدير فني وبعد كده رضيت ان انت تكون موجود كمدرب عام، انت حسبتها ازاي؟ انا اكلم حضرتك بصراحه، انا لما يعني اتعرض عليا الاول ان انا اشتغل مدرب عام فقلت لا خلاص انا خطيت خطوه مش هرجع لها. لكن لما اتعرض عليا ان انا اشتغل مدرب عام مع شوقي غريب، طبعا ده حاجه تشرفني جدا. طبعا اسم يعني كبير، يعني اسم كبير، مدرب منتخب مصر، مدرب ليه سي في كبير جدا. زي ما قلت لك انا هستفاد منه قبل اللعيبه، فما اقدرش طبعا يعني لما يتذكر اسم كابتن شوقي غريب مدير فني وانا اقول لا مش لا ما اقدرش. لكن لو سين صاد تاني ممكن اقول لا، لكن مع كابتن شوقي غريب لا، شرف ليا طبعا. الاعتماد بقى والهيكل، هل اتكلمتوا هتعتمدوا هل على الاسماء اللي انت كنت لسه بتذكرها كابتن معتمد اللي كانت موجوده معاك في منتخب 97، ولا هتشتغلوا ازاي؟ هتدوروا على عناصر جديده ازاي؟ طبعا لازم، لكن احنا كنا بنتكلم ان لازم يبقى في عناصر جديده. يمكن احنا عايز اقول اذكر حضرتك الجهاز، يمكن كابتن شوقي غريب، دكتور علي عبد العزيز، معتمد جمال، وائل رياض، محمد شوقي، دكتور ايمن زين، مش عايز انسى حد، كابتن كمال عبد الواحد، بقيت الناس بقى اللي انا لو نسيت حد يا جماعه سامحوني. لكن كل الجهاز على اساس ان احنا لازم نلف في لعيبه ما كانتش لسه، اكلمك بالبلدي يعني ما كانتش لسه استوت يعني معايا.
يعني ما كانش، يعني انت عارف السن ده سنه او سنتين بتفرق يعني ممكن يبقى لعيب مميز طبعًا. لكن مش هيلحقني دلوقتي صح. فطبعا ده لازم ياخد فرصه مع كابتن غريب. لا هو اصلا لعيب كويس لكن ما كانش ينفع او يقدر يشيل منتخب الشباب صحيح. لكن في الفتره اللي يعني اللي جايه ممكن تلاقي اسم مثلا يعني كريم العلاقي مثلا في في المصري ما كانش موجود معايا لكن اكيد مع كابتن شوقي هيبقى ليه دور لان لعب درجه اولى واشتغل واخد خبرات واخد خبرات والكلام ده. يعني في اسماء ما كانتش يعني ما كانتش تقدر لو كنت خدتها معايا كان اظلمها لكن مع كابتن شوقي غريب كنا احنا اتكلمنا في النقطه دي اللي احنا في عناصر جديده لازم تكون موجوده مع الهيكل الاساسي. طبعا احنا في اسماء مصر كلها عارفاها دلوقتي بتلعب اساسي مع فرقها فلازم تكون موجوده في المنتخب الاولمبي. بمناسبه الاسماء هل رمضان صبحي ممكن نشوفه مع منتخبنا الاولمبي في الاولمبيات مثلا؟ في الاولمبيات يعني اعتقد ممكن يعني لكن هو بالنسبه للتصفيات او الماتشات المؤهله للاولمبيات اكيد هيبقى رمضان معاه تواريخ منتخب اول بس يعني كنادي مش هيستحمل مثلا منتخب اولمبي منتخب مثلا اي منتخب تاني لكن هو تقريبا منتخب اول. واعتقد كنوع من انواع التركيز برضو بيبقى صعب على اللاعب ان هو بعد ما لعب مع منتخب مصر الاول وكده طبعا كلها هو في الاول وفي الاخر بيأدي مهمه وطنيه بس انت عارف كابتن محمد حاسس ان هو برضو ايه لا انا عايز اكون مع منتخب مصر الاول. ولو هو مثلا جه افرض انا مثلا كابتن شوقي يعني اثار اللي هو يجيبه فيبقى هيجي مثلا ايه منتخب شباب والكلام دوت وانا بلعب مع اسماء ثانيه بقى مش عارف ايه فالعائد عليا انا مش هيكون بنسبه 100% فاعتقد كابتن شوقي غريب هو ماجله الموضوع لغايه الاولمبيات ان شاء الله. لما قعدت مع كابتن شوقي كابتن معتمد ايه ابرز التحديات اللي فاتت في المطبخ وشايف الصعوبات شايف اللعيبه شايف المراكز اللي ممكن يكون فيها نقص حتى على مستوى المنتخب الاول عندنا بعض المراكز فيها نقص يعني باك شمال ما عندكش وفره فيرود ما عندكش وفره هل المنتخب الاولمبي ممكن يقابل نفس المشاكل في بعض المراكز وايه هي المراكز دي؟ اتكلمنا في النقطه دي بالذات زي ما حضرتك بتقول يمكن ال ال الديفنس بالذات يمكن احنا اتكلمنا في نص الملعب وتحت الفراوده والفراوده عندنا الحمد لله وفره كبيره جدا من اللعيبه لكن بالنسبه لل زي ما قلت لك ما فيش حد بيلعب درجه اولى في نادي يمكن الكابتن شوقي اصلا بيعتمد على اللي يعني مثلا لعيب 97 يعني خلاص دخل في الاولمبياد يعني دلوقتي مثلا 21 سنه لو ما بيلعبش مع نادي درجه اولى هيبقى صعب يكون موجود معايا يعني حتى لو هو مثلا مثال مثلا مصطفى محمد في باسم وفي كاسونجو في مثلا سين او صاد هيعطلوه في الفريق الاول لازم يروح يطلع اعاره مثلا زي طنطا عشان ينور كده صح فما ما اعتقدش ان في حد امكانياته تسمح له ان هو يلعب مثلا في نادي درجه اولى او في يروح نادي ثاني اعاره ويبقى ما شاء الله مميز وهتلاقيه مثلا موجود في الناشئين صحيح رغم كده اللي كابتن شوقي غريب اصر ان احنا نكون بنتفرج على دوري الناشئين عشان برضو ربما يكون واحد ما بيلعبش في نادي درجه اولى ومظلوم يتبص عليه برضو. كابتن شوقي مساء الفل. انا مساء الخير مساء الفل عليك يا كابتن شوقي. كلام الكابتن الكبير كابتن معتمد طبعا يعني كلام كابتن معتمد على حضرتك بيبشرنا باذن الله باذن الله يا رب بنجاح كبير لمنتخبنا الاولمبي بالروح اللي احنا شايفينها كابتن شوقي بكلام كابتن معتمد والروح اللي موجوده عشان نحقق انجاز مع منتخبنا الاولمبي باذن الله موفقين. والله يا غريب انا سعيد جدا بالعمل مع طبعا مع كابتن معتمد والجهاز اللي موجود كله بالكامل الحمد لله يعني كان انتقاء منتقاء يعني اقول يعني صواب جانبنا كتير في انتقاء المجموعه دي كان كابتن معتمد او كابتن وائل او كابتن شوقي او الكابتن اسامة عبد الكريم وكابتن كمال حاوه كان واحد او طبعا دكتور علاء عبد العزيز وبقيه المجموعه محمد صلاح او دكتور ايمن او ايمن المدير الاداري معانا برضه يعني الحمد لله ده الجهاز ربنا كرمنا كرم كبير في اختيار هذا الجهاز ويمكن طبعا انا بعتبر اللي على راس الجهاز ده هو الكابتن معتمد بصراحه يعني هو الكابتن معتمد شخصية جميلة، شخصية محترمة يمكن كان متولى هذا الفرقة والفريق ده وجاب باع كبير جدا فيها ابراهيم حاجة جميلة جدا وكون فيه مجموعة ويمكن شارك في بطولة افريقيا للشباب من الممكن ان انا في المراحل السنية الصغيرة ما تأهلش للنهائيات او ما تأهلش في كأس العالم صحيح في مرحلة بتولد لعيبة انا كنت اتمنى انا بكلم بصراحة اهو اتمنى ان المنتخب ده ما كانش بعد كاس العالم للشباب كان وقف نشاطه
كان استمر نشاط المنتخب وبقى هو المنتخب الاولمبي حتى وهو مع معتمد. يمكن انا بقول لك الكلام ده يمكن ما كنتش انا ابقى موجود لكن كنت ابقى سعيد جدا ان استمراريه الفرقه دي. يعني انا عايز اقول ان ضاع منه سنتين او ضاع منه سنه ونص. دول كان ممكن يتلعب فيهم حوالي مثلا 10 15 مباراه دوليه لقوام منتخب الاولمبي لاستمراريه تواصل الاجيال اللي موجوده اللي بنتمنى ان طالما في فرق مستمره لمرحله المنتخب الاولمبي تستمر الفرقه دي لغايه ما تنتهي المرحله. صحيح باذن الله. كابتن شوقي، إقامة البطولة الإفريقية في مصر تقربنا بإذن الله من التواجد في دورة طوكيو؟ بص خلينا أكون صريح معاك. هو إحنا اللي مطلوب مننا رقم واحد وده الهدف اللي إحنا جايين له التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 إن شاء الله. تمام؟ إن شاء الله. ودي البطولة اللي هتقام في مصر خلال شهر من الثلاثة دول. إحنا جالنا جواب فعلا من الاتحاد الإفريقي ويكون خلال شهر اللي هو سبتمبر اكتوبر نوفمبر. الثلاث شهور دول انت عارف ان ميعاد البطوله الافريقيه للامم الافريقيه للكبار اتغير بقى في شهر يونيو. بالظبط. وميعاد البطولات بتاعت دي اتغيرت بقى تبدا من 8. صحيح. في حصل بعض التعديلات في الاجنده الافريقيه فعلا. الاجنده الدوليه هتبقى فاضيه في الاماكن دي. فهم بعتوا لنا الجواب ده وعايز ان احنا نختار مكانين هتلاقي بطوله عشان دول مجموعتين والملاعب وكده. طبعا كل ده متحول طبعا انا مجلس الاداره لاختيار التوقيت المناسب والحاجه المناسبه. انا بالنسبه لي التوقيت في اي حاجه من الاوقات دي الحمد لله ان نكون قدرنا على الاقل وده البرنامج اللي وضعته وهعرضه على مجلس الاداره كله بالكامل في اول اجتماع ان شاء الله. قدرنا نلعب مش اقل من 15 او 20 مباراه دوليه ان شاء الله يا رب في مصر وبره مصر ان شاء الله على مدارس مختلفه وحاجات مختلفه. يعني ان شاء الله اتمنى ان احنا ربنا يوفقنا ونكون المتاهلين للبطوله دي باذن الله. هيكون في هدف اكبر باذن الله بعد التاهل باذن الله. باذن الله موفقين يا كابتن شوقي. تحياتنا لحضرتك وموفقين ان شاء الله في مهمتكم وان شاء الله نشوف منتخب مصر الاولمبي في دوره طوكيو 2020. متفائل يا كابتن معتمد؟ ان شاء الله احنا معانا جيل كويس ان شاء الله. مين ابرز الاسماء اللي اتعرف بيها الجمهور بيتفرج علينا تقول لهم استنوا اللعيب ده واللعيب ده واللعيب ده ممكن يظهروا بشكل يبقوا في سنين قريبه هم جيل او القوام الاساسي لمنتخب مصر الاول؟ هقول لحضرتك حاجه، انا عمري ما قلت اسماء. يعني في اي انترفيو ما عمري ما قلت اسماء. يمكن انا اقول اسم او اتنين يبقى انا بظن بقيه التيم. يبقى انا كل اللي انا اقدر اقوله احنا يعني الحمد لله معانا يعني مدير فني قوي، مدير فني مميز، الجهاز الفني يعني بتشرف ان يكون معايا موجود وائل رياض ومحمد شوقي. ان شاء الله تشوفوا حاجه كويسه، ان شاء الله تشوفوا جيل كويس مبشر. زي ما قلت لك يا ابو خليل اهم حاجه اللي انت تعمل جيل كويس. صح. يعني اهم انا يعني ممكن كان يتعرض عليا مثلا لعيبه مثلا انا شايف اللي هي مثلا اكبر من السن. مسننه بس. ولعيب كويس ومميز وفارق معايا جدا. لكن هيفرق معايا كنتيجه او في مت. لكن مش هيبقى مثلا بروميسنج، مش عامل مش هيفيد المنتخب الاول. سنتين ثلاثه واللي خلاص اللعيبه الصغيره تبقى زيه وهو هيبطل الكلام ده. فانا يعني اعتقد الهدف الاساسي بتاع المنتخب الاولمبي او الجهاز الفني الاولمبي بكابتن شوقي غريب اللي هو نعمل 10 اسماء كويسين يفيدوا اللعيبه اللي يفيدوا منتخب مصر 15 سنه قدام. هو ده يبقى الهدف الرئيسي ان شاء الله. ايه رايك في صلاح محسن؟ لعيب كويس، لعيب مميز، كان موجود معانا في منتخب الشباب من اللعيبه من العناصر اللي كانت موجوده ضمن منتخب الشباب. بتشوف التوظيف الامثل ليه ايه؟ يعني يلعب كجناح ولا يلعب كفيرود ولا يلعب تحت الفيرود اللي هو يعني تسعه ونص ولا ايه التوظيف الامثل ليه؟ على حسب يعني مش عايز اتكلم فنيات كتير، يمكن على حسب المدير الفني عايز ايه. يعني انا لو عايز اهم حاجه اخلق لصلاح محسن مساحه بس. لكن اللي هو في الـ بيفرق او امكانياته بتبان جدا في المساحه. على حسب طريقه لعب. انا بقى لو انا هلعب مثلا زون ديفنس ممكن يلعب فيرود صريح، لو انا هلعب مثلا قابل من التلت اللي قداماني ممكن يلعب على طرف من الاطراف عشان يبقى المساحه تطول شويه سرعته تبان. لكن هو من اللعيبه المميزين زيه زي صلاح محسن، زي مصطفى محمد، زي ياسر ريان، زي عمر مرموش، الاربع فراوده اللي كانوا موجودين. يعني انا بصراحه مشفق عليه جدا، يعني الضجه الكبيره والرقم طبعا الاسطوري اللي دفع فيه كاغلى صفقه انتقال في تاريخ الدوري المصري، اعتقد مع السن الصغير هو باين عليه على فكره. يعني هو حتى فعلا في اخر اللقاء كان تحسه مشدود ومتعايز يثبت نفسه طبعا، وربنا يكون في عونه بيلعب
فريق كبير وبينزل برضو وثقه كبيره من كابتن حسام بدري يديله فرصه. فطبعا ضغوط طبعا لود وضغوط كبيره جدا غير اللي هو كان موجود في انبي. يعني ما عايز ادي مثلا احمد الشيخ بس إيه انت لما تعمل يعني صلاح محسن لما يعمل حاجه في انبي استحاله هيقدر يعملها من اول مثلا شهرين ثلاثه في النادي الاهلي. مش عايز يغلط عايز يلعب السهل. هو ما كانش بيعمل كده في انبي. فلازم الناس تستحمل شويه يعني مش اول ما يلعب كل ماتش جون كل ماتش جونين الكلام ده مش هتلاقي الكلام دوت من اي حد منقول بالرقم دوت في السن الصغير دوت اللي هو يعمل الفروقات اللي كان بيعملها في انبي. ده حتى لو في سن كبير برضه ممكن ياخد وقت بالظبط يعني ترجع لشخصيه اللعيبه. لا هو يعني هو صلاح من في لعيبه كده اللي هي مش في دماغها صلاح من النوايا دي اللي هو مثلا مكبر دماغه فدي بتفرق يعني بتبقى في صالحه يعني صح. لكن اللي كان بيعمله في انبي هياخد وقت كبير جدا اول ما يعمله في النادي الاهلي. ليه الناس بتقول ان معتمد جمال الفتى المدلل لهاني ابو ريده؟ انا لان انا يعني مش عايز اقول ان انا محسوب على الاتحاد الكوره لان انا بقالي اكتر من 15 سنه مدرب في اتحاد الكوره. فاتحاد الكوره يمكن انا اشتغلت في قطاع الناشئين في نادي الزمالك وبعد كده اشتغلت في المنتقى على طول بعديها مع دكتور محمد علي اللي انا يعني اللي هو حط حجر الاساس لمعتمد جمال دكتور محمد علي الله يرحمه من الناس اللي انا استفدت منها كتير جدا. هو محترم ومدرب عظيم وعبقري ومربي بقى يعني صحيح يعني صحيح. في السن دوت فانا من 2002 وانا في اتحاد الكوره. فيعني انت لما بتعمل مثلا مشروع بتحافظ عليه عشان يكبر. انا بالظبط كده مشروع بالنسبه لاتحاد الكوره. فهو اتحاد الكوره اللي يعتبر اللي علمني اتحاد الكوره هو اللي صرف عليا. طبعا انا انتمائي الاول نادي الزمالك اللي انا طلعت وتربيت عليه لكن بعد كده اتحاد الكوره هو اللي صرف عليا فشيء طبيعي اللي هو لازم يحافظ عليا ولازم يبين المشروع اللي هو عمله. فده انا يعني شرف ليا ان انا اكون محسوب للباشمهندس هاني بوريدة. ذكرت نادي الزمالك شفنا كابتن معتمد جمال متولي قياده نادي الزمالك لمده 24 48 ساعه 48 ساعه وبعد كده مش موجود. ايه اللي بقى اللي حصل في الكواليس دي اللي الناس ما تعرفوش؟ يعني مش عايز ارجع لها كتير يمكن انا هجيب اللوم عليا اللي انا فهمت غلط سوء تفاهم يعني مش عايز ارجع كتير للموقف ده. انا اللي كان واصل لي اللي انا هشتغل مع مدير فني اجنبي. يعني ايا كان بقى تونسي ايا كان مليته كان ساعتها يعني اعتقد فوزي البنزرتي كان هو اما تونسي اما تقريبا حد من الكاميرون يعني الراجل كان ماسك حاجه كان ماسك منتخب الكاميرون تقريبا يعني مدرب اجنبي هو هوجو بروس مدرب اجنبي يعني. لو مصري هيبقى طبعا كابتن حسن شحاته كابتن فاروق جعفر كابتن حلمي طولان اي حد من اللي انا ده اللي كان في دماغي يعني او ده اللي وصل لي بس مش من رئيس النادي. فقعدت مع سياده المستشار وقال لي انت هتبقى مسؤول قدامي ومش عارف الكلام دوت وبعد هنجيب مدرب اجنبي وهتكمل ومش عارف تمام هتقدر نقدر والكلام دوت. فعرفت اللي هو مثلا كابتن ايهاب جلال جاي مع جهاز بتاعه جهاز فانا مش هيبقى ليا دور. حاولت اوصل للمسؤولين وصلت للكابتن ايمن حافظ يا كابتن هو في كده قال لي ان شاء الله وانت موجود معانا. قلت له لا انا مش هينفع ابقى موجود مع ناس معاها جهاز مش في شخص بقى كابتن ايهاب جلال خالص. كابتن ايهاب جلال ده من الناس المحترمه جدا مدرب ومدرب على اعلى مستوى وانا والله بكن له كل احترام يعني. لكن انا ممكن اكون شايف ابراهيم مثلا محترم جدا بس انا مش هفيده. فانا خلاص مش هقدر يعني لازم اكون صريح. مش من النوعيه اللي انا ممكن اقعد مثلا اقعد واكل انا مش انا كنت اخد مرتب وكنت هبقى مبسوط جدا وقف نادي الزمالك والكلام دوت مع بس مش هيبقى ليا دور. وفي بعض الناس ثانيه ممكن تقول لك طب انا بقى متداري كمان فيه هو اللي متحمل المسؤوليه بالظبط وانا ما عنديش اي ضغوط بقى والكلام دوت وهروح ولا هتطلب مني اي حاجه لكن انا مش من النوعيه دي خالص. فانا يا كابتن ايمن انا حاولت اتواصل مع الناس مفيش حد بيرد عليا فلو سمحت انا مش هقدر اكون متواجد الفتره ديت لان انا كنت فاهم غلط. طب يا كابتن تبقى موجود وقلت له لا عشان اشيل الاحراج عن كل الناس فانا لو سمحت بلغ اعتذاري للناس لان انا مش هقدر موجود في الفتره. لكن بقى مش عشان ايهاب جلال انا مش عارف ايه ايهاب جلال ده انا بحترمه جدا وبتمنى له التوفيق وربنا والله وبتابع مع كابتن ايمن حافظ وببارك له كابتن نبيل محمود وبارك لهم وبتمنى ان نادي الزمالك يبقى في افضل حال يعني. ليه الناس فسرتها ان كابتن معتمد مش عايز يكون مع كابتن ايهاب جلال وعنده اعتراض ان ما ينفعش واحد من خارج نادي الزمالك او من غير ابناء نادي الزمالك هو اللي يتولى المدير الفني ليه اتفسرت كده؟ مش عارف يعني لكن ولا هو ده رايك فعلا؟ لا مش كده بالظبط يعني. انا اقول الاول ان انا ماليش دور يعني كابتن ايهاب جلال
يعني جايب جهازه يعني انا طبعاً. مش شايف معتمد جمال اللي هو مثلا يكون موجود مع 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 جهاز يعني تالت او رابع واحد، انا مش انا ده خالص. تمام. ثانيا ال 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 الخضه بتاعت ايهاب جلال ومش عارف الكلام ده مش لا مش شايفها يعني، انا يمكن ده رايي يعني لسه لغايه دلوقتي يعني ساعتها ممكن الخضه برضو سابقه لم تحدث من قبل، لكن دلوقتي لسه برضو انت كابتن معتمد عند نفس الراي؟ انا والله بتمنى التوفيق، لكن لا ما هو تمنيتك للتوفيق عشان بس ما هرد عليك حاجه معروفه انت واحد منتمي نادي الزمالك. ما انا هرد عليك يعني انا والله العظيم عايز نادي الزمالك يكسب. انا زملكاوي، انا معروف ان انا زملكاوي، بس مش شايف يعني عشان مفيش حد يزعل مني يعني مش شايفها دي يعني او مش قادر اهضمها يعني. كنت متفق مع اداره نادي الزمالك ان انت اللي تاخد لقاء الاهلي؟ كانش عندك مشكله ان انت تاخد لقاء الاهلي؟ اه خالص، وانا واتفقنا على كده، وكابتن نبيل محمود ده راجل حبيبي واخويا وعشره عمره والكلام دوت، ما كانش يبقى فيه مشكله خالص مع كابتن نبيل محمود، واتفقنا على خطوط عريضه ازاي هنلعب ازاي والكلام دوت. ما اسهل ماتشات النادي الاهلي يعني الماتشات الكبيره دي اسهل ماتشات. ليه بقى؟ يعني انت اي حاجه بالنسبه للعيبه والجهاز الفني اي تاتش بسيط بيبان، لان انت خلاص بيبقى السبوت عليها من كل النواحي كل الدنيا كل صحيح. الناس فانت لو عملت تركها يبان ان انت مقدم برامج كويس. صحيح. فاي حاجه بسيطه غير بقى لما انت تلعب مثلا ماتش صغير ما فيش حد بيتابع الكلام دوت، فما كانش عندي خوف خالص ان انت تخوض ماتش النادي الاهلي. في الفترة اللي هم 48 ساعة كابتن معتمد، أنت شفت نادي الزمالك أو شفت لعيبته كانت المشكلة عندهم في إيه؟ بدنياً كانوا بدنياً بدنياً حتى أنا اتكلمت مع كابتن نبيل وكابتن أيمن وكابتن أيمن طاهر واتكلمت مع كابتن إسماعيل يوسف. بدنياً كانوا واضحين جداً إن هم واقفين على رجليهم، زائد إن مفيش استقرار. فكان يعني الموضوع كان عايز وقت. لكن أنا طبعاً بحيي كابتن إيهاب اللي هو واحدة واحدة قدر يعني يرجع اول حاجه ثقه الفوز للفريق المهمه جدا. ما شاء الله رابع ماتش على التوالي، وان شاء الله عندهم الماتش اللي جاي يبقى خامس ماتش على التوالي، وان شاء الله يفنش في احسن صوره نادي الزمالك ان شاء الله. ليه دايما انطباع بيبقى عند كتير من جماهير نادي الزمالك ان ابناء نادي الزمالك لما بيبقى في اي مدرب وطني حتى لو من ابناء الزمالك دايما اللي بره بيهاجموه او دايما اللي بره ما بيتمنلوش النجاح؟ ليه الانطباع ده سايد او بيتنقل بشكل كبير؟ مش انا بسمع الكلام ده، كان انا يعني ما اعرفش اللي ده صح يعني ما يعني انا مش لو اي سين من اوصاد مسك نادي الزمالك عمري الا لو انا بقى مثلا يعني اي قاعده هتلاقي فيها شواذ مثلا لو انت رحت احسن نادي في اي حته هتلاقي مثلا في واحد عايز يشتغل مش لكن هيبقى حاجه بسيطه يعني حد اتنين الكلام ده، لكن كل نادي الزمالك بتشبهه مثلا اللي انا سين اوصاد اشتغل انا اقطع فيه، لا انا ما اعتقدش يعني. نادي الزمالك اجرى صفقات كتيره جدا سواء في انتقالات قبل الموسم او حتى انتقالات يناير اللي فاتت دي، مين الصفقه اللي انت شايف انه فعلا ممكن يفيد نادي الزمالك ولو اخذ ماتشات ولقاءات واخذ يعني استمراريه بشكل كبير هيفرق مع نادي الزمالك جدا؟ انا شايف عنتر ما شاء الله يعني بنفس يعني خطوات كهرباء اول ما جه في البدايه كده، شايف مدبولي شايف من الناس اللي هتفيد نادي الزمالك جدا، محمود عبد العزيز شايفه صفقه هايله جدا. فشايف كل الصفقات، لكن طبعا اللعيبه كتير فمش مش هتقدر تشوف يعني مثلا كان نفسي اشوف الشامي احسن من كده يعني فلوس كتيره ما يعني كان نفسي كابوريا ما يمشيش ويبقى احسن من كده. كابوريا شايف انه لو كان قعد او كان لو اخذ فرصه اكتر كان ممكن يقدم مستوى مغير؟ ما هو على حساب مين؟ ما هو دلوقتي ايمن حفني بياخد ربع ساعه تلت ساعه، فمحمد ابراهيم لسه ما يعني برضه محمد ابراهيم من اللعيبه الكويسه جدا فكان لازم يبقى ليه دور، لكن هو مصاب فاعتقد ان هو هيبقى ليه دور الفتره اللي جايه جدا. الاهلي خلاص حسم الدوري؟ بنسبه كبيره يعني خلينا نكون صراحه ولا بنسبه كبيره طبعا. الافضل للزمالك قبل ما نروح للايموشنز وماذا لو، الافضل للزمالك كابتن ايهاب جلال ان هو يستغل الموسم ده بقى تحضيري للموسم الجديد اللي هو يقيم بقى خلاص يشوف مين اللي هيكمل معاه، مين اللي ان شاء الله اللي هيعتمد عليه السنه الجايه، لان اعتقد اللي هو اقرب واحد اللي هو يكمل كابتن ايهاب جلال في الفتره او يعني ال 10 ماتشات او احنا الاسبوع كام 25 تقريبا في فاضل كام اسبوع، وبعد كده ان شاء الله يشوف بقى القايمه بتاعه افريقيا يكمل مين اللي يكمل معاه، وبعد كده يخوض بقى بفتره اعداد على اساس بقى تقدر تحاسبه من السنه اللي جايه ان شاء الله. صحيح. نروح بقى فقره الايموشنز يا كابتن معتمد، نرد لك بعض الصور ونشوف بقى انفعالك وكل ايموشن على كل صوره من الصور.
اول صوره معانا كابتن ايهاب جلال لسه اهو كنا بنتكلم عنه. والله العظيم انا بحترمه جدا والله العظيم والله العظيم انا بحبه جدا لكن ما كنتش اقدر افيده اللي انا اشتغل معاه. كويس ان انت وضحت دي. يعني احنا عندنا حب غضب لا تعليق تفكير. انا بحبه جدا والله. ماشي كويس ان الكلام ده واضح برضه عشان ايه ما يبقاش في فرصه ان حد يوصل وجهه نظر. بالظبط. انا يعني بحترم ابراهيم لكن مش هفيد ابراهيم فده يعني بالنسبه لي ده ليه قيمه عندي يعني وبحب معتمد جمال في نفس الوقت يعني مفهوم. فانا بقدره واحترمه وبتمنى له التوفيق يعني. الصوره اللي جايه استاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. لا يعني الراجل قلب ابيض وما بزعلش منه يعني هو يعني عندنا زعل لا تعليق تسقيفه حب. لا انا يعني انا بحبه يعني وداني واحدتين كده اللي معتمد على فيلم حمضان وبتاع لكن انا بحبه يعني حب يعني. لا بحبه. الصورة اللي بعد كده المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. لا ما لو في حاجة عايزك تحط لي حاجة أكتر من الحب يعني لو في أي حاجة تانية. شخصية محترمة وشخصية جميلة وأعتقد إنه فترة تواليه هو مجلس إدارته في سلبيات في اخفاقات في بعض الأمور بس التجربة الإجمالية تجربة إيجابية جدا. طبعا يعني الحمد لله ربنا يعني تاخد احسن فريق احسن مدرب احسن لاعب. بمناسبه احسن مدرب تتمنى كوبر يكمل مع منتخب مصر؟ انا اتمنى ان هو يكمل لك انا اعتقد ان هو مش هيكمل لانه طبعا جاي له عروض كبيره جدا فيعني بتمنى له التوفيق ان هو جاي له حاجات اكتر من مصر يعني انت عارف كاس عالم وبتاع فبتمنى له التوفيق يعني. يعني حب ما انت ده حب ما لو في حاجه اكتر من حب يعني احط طوالي يعني شوفوا كل اللي عندكم يا جماعه والنبي وحطوه. الصوره الاخيره في الايموشنز العالمي احمد حسام ميدو. ما هو ده ما يعني حبيبي بس انت جايب لي ناس حبايبي كلهم ف ده احمد يعني من الوحيد اللي دافع عني في في الفتره بتاعت يعني بعد ما رجعت من زامبيا الوحيد اللي دافع عني احمد حسام يعني فبشكره جدا يعني. اعتقد ان هو هو هو, هو متفهم ايه اللي حصل يعني. هو راجل وعارف يعني حتى في بعض المقدمين برامج قال لك لا لازم اعتمد يمشي ولازم مش عارف قال له الراجل يعني عمل اللي عليه مش لازم نحاسبه هو لوحده في 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 حاجات يعني في ملاعب وفي اجواء كان منصف في تقييمه يعني. بصراحه انا بشكره جدا ميدو يعني. حب ماشي انا كده حبيت كل الناس كل الناس نروح بقى لماذا لو اسئله افتراضيه واختيار كابتن معتمد هيكون بصوره من الصور اللي هتتعرض قدامنا. لو احنا بنقول لك هترجع لاعب من الاعتزال عشان يشارك مع الزمالك فيما تبقى من لقاءات الدور الثاني ترجع حازم امام؟ طبعا حازم امام طبعا. علاقة قوية بتربطك بال عشرة عمري لا مش عشان عشرة عمري بس مش هيتكرر حازم ده لعيب جامد قوي لعيب كورة مش هو ما كانش بيرقصني عشان تكون عارف يعني بس بس لعيب ما تعرفش ما تقدرش يعني في لعيب مثلا ايه تلعب عليه مرة تحفظه يبقى عارف مثلا بيعدي منينك اكتر حاجه وكده. حازم ملوش ملكه. اعتقد لو الثعلب موجود دلوقتي كانت السوشيال ميديا كسرت الدنيا. الامور كانت اتغيرت. انا كنت بستمتع بيه وانا بلعب ومرنته في اخر سنه بطل فيها بجد والله. طب مع هنري مشيل صح كنت بجهز جهاز هنري مشيل كنت تتمنى حازم ما اعتزلش؟ طبعا كان يقدر هو يكمل اكتر كان يقدر كان يقدر بس هو كان بقى بسوء توفيق بقى والكوره مش عايزه تخش والكلام ده فهو حازم زهق فقال خلاص مش هقدر يعني. السؤال اللي بعد كده لو انت هتكرم افضل مدير فني اجنبي انت شفته في مشوارك مع الزمالك اوتو فيستر هولمان كرول فيريرا كابرال. انا طبعا عشان انا اشتغلت مع هولمان واشتغلت مع كرول لكن طبعا كابرال عمل نتيجه كويسه مع نادي الزمالك وطبعا في اوتو فيستر طبعا ما اعتقدش اوتو فيستر خد بطوله مع نادي الزمالك دوري. لا ما اوتو فيستر لا اخد دوري. اوتو فيستر اخد دوري اخد دوري واخد اعتقد كاس مصر او كونفدراليه بقى او لا اخد بطولات مع نادي الزمالك لكن في اعتقد انا يعني انا اشتغلت مع كرول وبحبه جدا يعني الراجل اللي اشتغلت معاه وانا لعيب واشتغلت معاه مع ومدرب بس اعتقد فريرة من المدربين اللي عمل طفره في اداء نادي الزمالك مش عشان خد دوري وكاس لكن نادي الزمالك كان تحس ان هو هيكسب من قبل ما يلعب فاعتقد يعني انا اشتغلت مع يعني فريرا وكرول بعد كده. لو انت مكان مهندس هاني ابو ريده وهتعين مدرب لمنتخب مصر هتختار مين في الفتره ما بعد كوبر؟ تختار كوبر يستمر ولا تجيب كابتن حسام حسن ولا كابتن حسن شحاته ولا كابتن شوقي غريب ولا مستر مانويل؟ يعني ده سؤال كابتن شوقي غريب طبعا كابتن شوقي غريب طبعا طبعا على الاقل هيشتغل معايا يعني
يعني كابتن شوقي غريب الله. يعني انا بقول لك انا ما كنتش كابتن شوقي برضو في الفتره بتاعته اللي مسك فيها منتخب مصر كان عنده ظروف كثيره. هو قال لي انت اتظلمت وانا اتظلمت يعني هو لكن بالنسبه للسن دوت ما فيش حد خد ميداليه مثلا في كاس عالم مثلا. فكابتن شوقي غريب يعني انا متوسم فيه خير وعندي امل فيه كبير جدا اللي هو يعمل حاجه كبيره للكره المصريه الفتره اللي جايه. وبالمصادفه ان انت كنت بتشكر في كابتن محمد علي رحمه الله عليه وهو اشتغل معاه. اه بالظبط هو الاب الروحي يعني ليك والكابتن شوقي في نفس التوقيت. فانا مش والله انا مش بقول لك عشان انا بقى شغال معاه لكن انا جايب كابتن شوقي غريب ان شاء الله هو الفتره اللي جايه اللي ان شاء الله يكون متواجد في المنتخب الاول ان شاء الله. هترجع لعيب من الاعتزال عشان يشارك مع منتخب مصر في كاس العالم، ترجع الصخره والجمعه ولا الماجيكو؟ الاسطوره محمد ابو تريكه ولا العميد الصقر احمد حسن، سيد معوض، احمد حسام، ميدو العالمي؟ ميدو طبعا. ميدو طبعا. شايف ان منتخب مصر عنده مشكله في مركز المهاجم؟ يعني المهاجم والمساكين. والمساكين اه يعني هم دول، لكن في مكان يعني وممكن شويه سيد معوض بين ناحيه الباك ليفت برضه مش مفيش كتير، لكن عندنا عبد الله السعيد ممكن يقوم بدور ابو تريكه. ناس كتير تقوم دور كابتن احمد حسن ويعني لكن انا شايف ميدو من اللعيبه اللي كانت هتفيد منتخب مصر جدا. في المتاح من المهاجمين مين اكتر مهاجم انت شايفه هو ده يبقى فيرود منتخب مصر في كاس العالم؟ لو في حالته يعني لو في مستواه. باسم مرسي طبعا. السؤال اللي بعد كده، لو انت رئيس نادي الزمالك مين اللاعب او لاعب من الثلاثه دول ترجعه لنادي الزمالك وتمسكه منصب ويكون منصب ايه؟ احمد حسن، الحضري، حسام حسن. حسام حسن طبعا. ترجعه بقى ايه؟ مدير فني طبعا. شايف ان المناوشات الاخيره في لقاء الزمالك والمصري ممكن تاثر ان القرار ده ممكن يحصل في يوم من الايام؟ لا يعني كل حاجه بتاخد وقت يعني، فاعتقد كابتن حسام يعني من الناس اللي هي طورت نفسها بشكل كبير جدا، عنده كل حاجه، عنده كاريزما، عنده يعني عنده السجل وعنده الخبرات، ومدرب ما شاء الله عامل طفره مع النادي المصري، فاعتقد اللي هو الفتره اقل امكانيات يعني بشكل كبير جدا عامل اعجاز بصراحه في المصري بشكل واضح يعني للنادي المصري. ما يعني كنا بنشوف في النادي المصري على فترات كبيره جدا بيصارع على الهبوط، لكن اعتقد اللي هو بيلعب فاينل بطوله السوبر ومشارك في الكونفدراليه ماشي في الدوري بشكل هايل، ثالث ثاني بيصارع على الثاني، فاعتقد ان كابتن حسام حسن من المدربين اللي ليهم مستقبل كبير الفتره الجايه. هتختار افضل محترف لعب في الدوري المصري، فيليكس، فلافيو، ايمانويل، كوارشي، او حد بقى ثاني انت شايفه انه كان افضل؟ ايمانويل طبعا. ايمانويل طبعا كان عبقري وكان صحه مش طبيعي يعني انا الوحيد اللي كان بيتعبني يعني كنت ببقى قاصد يعني عشان نعمل معاه فاول ما كانش يوقع خالص لا 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 سريع وبيلعب رجل الاثنين وبدماغه ما شاء الله كان لعيب متكامل يعني. صحيح. اخر سؤال في ماذا لو هتدي جائزه الابن المثالي لنادي الزمالك، حازم امام، شيكابالا، عمر جابر، محمد ابراهيم، احمد حسام، ميدو؟ عمر جابر. اشمعنى بقى؟ يعني انا مرنته في المنتخب الاولمبي، عمر من اللعيبه المطيعين جدا يعني ما تحسش بيه، بيسمع الكلام، مؤدب، زائد اللي هو لعيب فنيات عاليه جدا، منتمي انتماء غير طبيعي لنادي الزمالك، ففي كل الصفات الكويسه يعني. كابتن معتمد شرفتنا ونورتنا وكل التوفيق ليك والكابتن شوقي وكل الجهاز ان شاء الله. انا كنت مبسوط ان انا كنت معاك يا هيما والله، وربنا يوفقك وان شاء الله يبقى في لقاءات متكرره تاني ان شاء الله يا رب. حبيبي ربنا شكرا كابتن معتمد شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك. شكرا موصول لحضراتكم على المتابعه. فاصل وتقرير ونستقبل نجم النادي الاهلي اسلام محارب، خليكم معانا.